اتكلمنا على يعني اتكلمنا على اليونان، لازم دلوقتي كمان نتكلم على كوكا. كوكا بيأدي بشكل جيد جدا، كان ليه تصريح قبل المباراه يعني امبارح كان بيقول هو بيلعب قدام المان سيتي وامنيه حياته انه يحقق هدف في سجل هدف طبعا. هو بالمناسبه لغايه دلوقتي النتيجه 1-0 المان سيتي ومانشستر سيتي. الماتش صعب برضو، بيلعبوا في انجلترا وفرقه اولمبياكوس فرقه كويسه، لكن اولمبياكوس عنده بعض العناصر، عنده خبره زي فالبوينا، عنده يوسف العربي جاي بيلعب جنب كوكا في الهجوم، عنده اكتر من لعيب كويس يقدر، عنده ماسوريس كمان لعيب كويس جدا ولعيب قوي وبيسجل اهداف، لكن طبعا فرق السكواد ما بين اولمبياكوس وما بين مان سيتي هيبقى صعب قوي ان انت تتعوض، لكن اتمنى انه كوكا يسجل هدف ويحقق اللي بيحلم بيه، لانه برضه المباريات الكبيره دي بتصنع نجوم. هو سجل هدف في اول يعني هو لعب 6 دقائق يوروب تشامبيونز ليج، سجل جول في مارسيليا وجول فوز 3 نقط بتوع الجوله الاولى. اعتقد انه يعني اتمنى له ان هو يسجل النهارده، بس انا شايف انه يعني فرصه كوكا انه يكمل ويكمل على المستوى ده، انه يتواجد يكمل في اولمبياكوس اليوناني، لانه كوكا في اولمبياكوس اولا اكتسب شعبيه كبيره، هم بيحبوا المصريين جدا هناك. النقطة الثانية انه الفريق نفسه فريق يساعد كوكا انه يسجل اهداف، الطريقة اللي بيلعب بيها بيدرو مارتينيز في اوفرات، في لعب ساعات فرص كتير، بيوصل كتير للجول، الاستغلال لقدرات كوكا الفنية والبدنية بشكل بيخليه ينتج في الملعب. لو بصينا على ارقام كوكا هنلاقيه مسجل هدفين المباراة اللي فاتت في الدوري، سجل هدف قبلها وعامل هدف في الدوري برضه، فواضح ان هو فايق من اول الموسم. السنة اللي فاتت كان نفس الكلام في الإعارة، المدرب اللي معاه مدرب يعرفه، مدرب برتغالي، هو لعب في البرتغال كتير وبيتكلم اللغة، فالتواصل سهل، ده مسهل عليه جدا أكتر من إنه يكون معاه مدرب يوناني. يعني بمناسبة الكابتن عبد الستار صبري كان عامل حاجة غريبة جدا هناك في باوك، بمناسبة حتة اللغة دي إن هو ما بيتكلمش يوناني طبعا ولسه رايح، كان جايب مترجم ومقعده جنبه على الدكة، ما حصلتش في التاريخ، على الدكة في المباراة على الدكة في المباراة يقعد جنبه لحد ما ينزل الملعب، بعد ما ينزل الملعب هو بيتفاهم بقى مع الباقي. يعني هو كان هي النقطة كده. فكوكا الموضوع بالنسبة له الحياة متطورة شوية أكتر ومتابع كويس ومتشاف كويس، بيلعب تشامبيونز ليج، فأعتقد إنه الفرصة دي مش هتتعوض تاني، لأنه انتقال كوكا لفريق يلعب تشامبيونز ليج بعد أولمبياكوس مش هيبقى سهل. أنت يعني ممكن تتواجد حتى لو في دوري إنجليزي، لكن مش هتتواجد مع فريق بيلعب تشامبيونز ليج.